اليوم ارحب بكم واحب اني ارويكم عن منتجنا الجديد، وهو بالاشتراك مع شركه ديزل تك الامريكيه، واراوي المشاهدين كيف مثلا يتم تبديل العيار في المنتج هذا. المنتج هذا اسمه كاراكال سنايبر رايفل ام، ومعنى ام يعني مالتي كاليبر او متعدد الكاليبرات. عشان الواحد يغير الكاليبر هذه بسيطه جدا. اتكلم في البدايه عن البندقيه. البندقيه مصنوعه من الالمنيوم اللي يستخدم في صناعه الطائرات، خفيف، ديزاين سهل، وقادر على ان تخلي الفريم نفسه ولكن تغير في السبطانه والكاليبر. المخازن بكل سهوله، تفتح المخزن نفسه. طبعا هذا مخزن من عيار 12.7، وهذا مخزن من عيار 375 تشايتك او فاصل 375. قادر انت ان تبدل بين ثلاث عيارات في هذه البندقيه، ولهذا السبب توحد حجم المخزن بنفس القياس، ولكن لان الذخيره تختلف من ناحيه الحجم فتم اضافه شيء اسمه سبيسر هنا او مسافه. طريقه تبديل طبعا الكاليبر او العيار هذا بسيطه جدا. كل سبطانه تاتي فيها عليها مازل بريك او فوهه حريق، وهذه تخف من الارتداد، وانت قادر انك تركب كاتم صوت عليها تفتح هذا التريت، وهذا حمايه للتريت من الغبار والامور الاخرى. بكل بساطه يبدا سحب هذه القطعه وتدور القبضه الخلفيه هذه وتحطها، تفتحها على اتجاه الاوبن هنا او اتجاه فتح السبطانه، وتم بالن كي 5 ملي تفتح اربع براغي هذه. بكل بساطه تم فتح الاربع براغي هذه مثل ما انتم شايفين، بعدين نسحب الاقسام نطلعها، هذه الاقسام، بعدين يتم فك السبطانه بهذه الطريقه. هذه سبطانه طبعا 12.7 مثل ما انتم شايفين، فيها هنا مثل الجروف هذا عشان يحدد طريقه التركيب ووين تركب. الحين صار عندك بندقيه متعدده الكاليبرات، كل ما عليك تغييره هو الاقسام، السبطانه والمخزن. نرجع نركبها بكل سهولة وبساطة. طبعا ننظر لفتح الفتحة هذه الموجودة، تركبها بهالطريقة، لكن مهم جدا أن تركب الأقسام. ولازم تسكر الأقسام. ليش مهم ان تسكر الاقسام قبل لا تقفل السبطانه؟ لان في شيء اسمه الهيد سبيس، وهذا يحدد وين الطلقه توصل داخل مجرى السبطانه وياثر جدا على الدقه. فمن المهم ان انت تقفل الاخمس في الوضع اللي تحت هذا، ثم تسكر هذه البراغي بهالطريقه. طبعا في اللوك القفل، تحطها في الوضعيه المغلقه بهذا الشكل. هذا تم تبديل الكاليبر في هذه البندقية في أقل من دقيقتين، وهذا شيء بسيط. الشيء الثاني، طبعا الدوربين هذا يعني دوربين مسوينه أو مختارينه عفوا للبندقية هاي، لأن البندقية هذه مداها يبدأ من 2.2 يعني 2 كيلو 200 متر إلى 2500 متر حسب العيار. فمهم جدا أن تختار المنظار اللي يتماشى مع هذا الكاليبر حق المسافات البعيدة. هذا ناظور 6x24x56، والمعنى أنه مرحلة الزوم أو التقريب فيه تبدأ من 6x24، وال65 هي الأوبجكتيف أو فتحة الأمامية للإضاءة. مثل ما قلنا في انحناء في البيكاتيني ريل هنا عشان يعطيك المسافات الثانية. أرجع أقول أن قادر أن أنت كمان تغير في وضعية الخد بفك هذا هنا، طبعا تغييره ثم شده بكل بساطة. المنصب الثنائي كمان قادر على أن تغيره بالطريقة اللي تريدها. تضغط على الزر هذا
وتحطها في الوضعية اللي أنت حاب تحطها. وإذا أردت أن ترفع أو تنزل المنصب الثنائي تسحب هذه وتحطه في المكان اللي أنت تريده بهالطريقة. وهذه بندقية كراكال CSRM مالتي كاليبر متعددة الكاليبرات. بالنسبة لآلية تدخل سريع، هي آلية تم تدشينها في أول يوم من آيدكس عن طريق صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد والرئيس السوداني. بالنسبة لآلية تدخل سريع، هي آلية مصممة لعمليات القوات الخاصة والعمليات الخاصة. الآلية ميزاتها الأساسية هي خفة الوزن والسرعة. بالنسبة للسرعة، توصل سرعتها في الأوفرود تقريباً 160 كيلومتر في الساعة، وبالنسبة للمدى اللي يمكن قطعه في هذه الآلية تقريباً هو 1000 كيلومتر بسرعة 120. الآلية مدرعة ضد الألغام السفلية، ويمكن إضافة أبواب جانبية حسب اختيار المستخدم. الآلية يمكن تزويدها بأنظمة إضافية إذا تطلب الأمر، وحسب متطلبات المستخدم. كل آليات نمر مزودة بأنظمة مثل الونش وأنظمة أخرى، يمكن تسليحها وإضافة معدات حسب متطلبات. الآلية تعتبر نموذج أولي، وسيتم تزويد القوات المسلحة إن شاء الله في القريب العاجل بالعينة الذهبية. الآلية مصفحة ضد الألغام السفلية، مستوى خفيف، وهذا ما راح يأثر على وزن الآلية. الآلية وزنها تقريبا بدون حمولة من 2 إلى 2.5 طن، مع الحمولة يوصل لـ4 كوزن إجمالي 4 طن. وهذه كانت من المواصفات القياسية علشان يمكن يعني نقلها جوا على طائرات الشينوك CH-47، وهي كانت من المتطلبات القياسية في هذه الآلية. حاليا هي قيد التجارب، التجارب النهائية سيتم القيام بها إن شاء الله الشهر القادم، وبعد هذا سيتم تزويد القوات المسلحة إن شاء الله بالعينة. المواد المستخدمة في آليات نمر بشكل عام هي مواد عسكرية، معايير عسكرية عالمية. أكيد هذه إحدى آليات نمر، وأكيد تم دراسة هذا هندسيا، فأكيد كانت على معايير عسكرية عالمية. حاليا الآلية تحمل 4 جنود زائد رامي، ويمكن إضافة مقعدين إضافيين، فيوصل العدد الإجمالي للمقاعد 6 مقاعد، وهذا حسب متطلبات المستخدم في النهاية. بالنسبة للأسلحة وأجهزة الاتصال والمعدات الأخرى، كل هذا حسب متطلبات المستخدم. فإذا حاب، حاليا نحن مزودين السيارة بأسلحة نفس ما تشوف فوق الآلية 12.7، يمكن تزويد بأي سلاح خفيف وخفيف الوزن. وبالنسبة للطاقم، نحن مزودين برشاشات جانبية، إذا حاب المستخدم يمكن إضافة أنظمة اتصال ومعدات أخرى. وفي النهاية نفس ما قلت لك، حسب متطلبات المستخدم. آلية تتخطى الصعاب لتتخطى الصدارة، نمر RIV، هي آلية للتدخل السريع تم تدشينها من خلال معرض آيدكس لعام 2017. هذه الآلية التي باتت محط أنظار الجميع. من معرض آيدكس 2017، أيمن مصبح، قناة الظفرة.